اخر يبص لي يقول لي الدوق، اقول له ويدوقني. اب ديمقراطي بصحيح. لا ديمقراطي ايه، ده كان تعليمه على قده يعني. واحنا مروحين كان يشتري باكو نعناع ويقعد يحشر في بقي عشان الريحه ما تبانش وام الزمار ما نروح البيت. اصل امي دي كانت ايه، كانت شديده قوي قوي قوي. بس هو اللي كان حادف الشمال زار كان طالع لي ولا ايه. طب ما تنزل لي يا معلم، ده مهما كان ابوك برضه. ما طلعش شمال ليه؟ اذا كان كل اصحابه كانوا شمال هو يطلع يمين. اول قرش حشيش دخل بيتنا هو اللي جاب اجل امي لما شافته في جيبه. ما كانش قادر يخبيه في حته متداريه شويه عن كده؟ وما ماتت حزنت عليها قوي قوي، وقعدت اعيط بحرقه لحد ما جت ضوي اختي وضربتني اول الم في حياتي. انت سد خشمك، بطل عيط، ما تبكيش، بكى للحريم بس. طول عمرها شديده شديده وقلبها ناشف، لقيتني ريح ولا لها حزن. لا يا لعو ايه، خليه مسطور او مسطول. حلو. الله، انت كنت بتفزح كل يوم. مش عارف انا كنت مني انا، مش انا انا توت. ايه ده؟ اثبت انت مين يا خميس؟ ايه خميس، انت عارفني؟ الله، انت خميس عرفت تقوم تسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل الطبانجة دي الأول. طبانجة؟ يا طالما دي طبانجة بقى يبقى أنت الخال. أنا اللي بقول لك إيه من صغري؟ ده أنت مسطول كنافة. أنت شكران طينة. مش يعني يا جدع بالراحة، وطي صوتك، وطي صوتك، وطي صوتك. أنت بتعمل إيه هنا؟ استنى بقالي ساعة بفتح الباب مش عايز يفتح، مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ؟ ده انت مش شايف. ده انا فتحنا كده. افتح يا عم. خال ضايع، أول مرة أشوف خال فضيحة كده. إيه ده؟ إيه؟ أنت بتفتح بالسيجارة؟ معلش، يبقى أنا شربت المفتاح. أنا قلت إيه كده ليه؟ انت مش شايف حاجه. ولع ولع. ايه ده؟ ايه ده؟ الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. طب يلا يا شعب. يا سلام. بس بقول لك ايه، وش وش بقى احسن من الضوء تصحى وتعمل لنا فيها المعلمه بجد. حاسب يا عم، حاسب يا عم. اقول لك ايه بقى، تيجي نقلع الجزم ليه؟ عشان الصوت. صح صح. انا راس انت برضه بتعمل الصوت. صباح الخير. صباح الخير خير. Mm-hmm.
ولا ايه؟ حاجة يا حاجة اصحي 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 يا حاجة اصحي. شرابية في ايه؟ الحق يا حاجة في نصيبة. مصيبة ايه؟ وانا نايمة سمعت صوت، طلعت بره اشوف ايه، ما لقيتش حاجة. انت يا ولية اتخبلتي. اسمعيني للاخر يا حاجة، في نصيبة نصيبة. مصيبة ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي سمعت رجل بره، قمت بالسحابة اشوف في ايه، لقيت يا لهوي يا لهوي يا ولية انطقي ما تجننينيش. المعلم ابو سنة واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال، وقام داخل على الاوضة وفيها ايه؟ راجل وداخل اوضته بالليل. ما هو ما دخلش اوضته. ما الاوضة مين؟ خش اوضة افندينا. افندينا؟ فين؟ انت في اوضتي في سريري، ولو ركزت معايا شويه ممكن تبقى في حضني. يخرب بيتك يا بنت، هتودينا في داهيه. يا راجل وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. يخرب بيتك يا بنت، هتودينا في داهيه. لا يا اخويا، هو انا اللي كنت خدتك من ايدك ودخلتك اوضتي؟ انت ضيفي النهارده وانا كريمه قوي مع ضيوفي واحب اظبطهم. يا بنت تهدي، بدل ما اسكعك قلم انزلك طقم سنانك. يا رب. طب جرب تعملها كده يا بنتي. اهمدي اهمدي بقى، اهمدي يا ولية شويه. ما انا همدانه، هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ انا لازم افهم، انا ايه اللي جابني هنا؟ حنتومه. حنتومك ده ايه؟ لا حنتومك انت. ده حنت امك. حنت امي، حنت ابويا. يا ود انت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المراية. ابص على نفسي في المراية ليه؟ وانا جاي اتعرف على نفسي هنا؟ ما تجيب بوسة. بوسة ايه؟ بوسة ايه؟ يا بنت هتودينا في ده، يا اوعي. يا راجل استنى، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام ايه؟ وانا شرفتني ليه ده الحمام؟ اوعي يا بنت. طب استنى والنبي شوية. اوعي يا بنت. يا لهوي، ايه صوت الهبد ده؟ ياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. امين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجة اروح اشوف ايه اللي بيحصل. انت جننتي ولا ايه؟ انت عايزاها تشوف جوزها مع كرامه، تعمل لنا فضيحه؟ ده عايزه جنازه وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوه التانيه. بس انا خايفه يا حاجه اخبط سي خميس يجي يعملها لي مصيبه. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجه حاضر. ده خبط يا ولية؟ انت بتوشوشي الباب يا حاجة. ما انت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجة دي، اذا كنت انا مش سامعاكي. خبطي عدل بس بالراحة. حاضر حاضر. صوتك مش عايزه فضايح. انت تتخرسي خالص. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الاوضه، ولو خرجت هصوت والم الناس عليك واقول انك تهجمت عليا. انت جبت المفتاح؟ مش جايبه المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب هيسمعونا بره. هو انا زهقت دلوقتي؟ عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. ايه يا بنت الشغل القديم ده؟ انت مد المفتاح بدل ما كسر الباب. اموت في العنف. بقول لك ايه؟ لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟
دخل تتسحب عليا اوضتي وانا لوحدي واخده راحتي ولابسه عريان والاوضه فاضيه علينا والسرير مغري الله 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 والفرشه دافيه ايه ده والشيطان ما بيصدق كل ده وما حصلش حاجه انت بنت المفتاح اسمع الكلام انت جننتي رسمي انت لسه مش عارف انت فين ده انا كنت نايم في اوضتي ايه اللي جابني هنا يا معلم انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعيني انا كبرت وخرفت مش عارف يمينك من شمالك انت بتقول ايه يا حاجه ده احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش والا كان قومها حريقه خميس